الولد. إن مشتد عوده وقسي قلبه ترى عمي حرب يصلخ جلودنا. يبا وش ذنب البنية بحال أبوها؟ يا ولدي العرق دساس والنسب جذاب، ارتعان خويفة، ما أريد عروقه تمتد لعيالك يوم التخلف. بمان الله فكيك منهم، خلهم يولوا. بدكم ايانا قعد بديوان ابوي ينتيج قصائد الشعار ديك الكونة؟ كل عربان الكراك السولف بهجمتنا الناظم بالقلعة بمعان. عنا ذهب عصملي وعنا 300 فرنساوي حتى نمساوي عندنا. يبان ما دفعناهم عنا بعد يومين تقل عنا سهد وبناتك. ولا يا عمدي يشردوا على البيوت. فوتي فوتي يا سلمى، دارنا ما بها الشرود. تقول له عود ابو تايه يسلم عليك وقل لك ابعد عن دربه. من راسي لراسه؟ لا 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 لا، ريتها بنص ديوانه. وتقولياني اسوق فرسان لحويطات ليحرس حمر الاذان من كسارات الدروب؟ انت تحمي الحجاج اللي قاصدين بيت الله الحرام. انا قلت لهم كل مواكب الحج من معان للمدوره بوجوهنا، والباقي عليك يا عودة. ما نقدر نفوت أسواق الكرك والبلقة والقدس والشر. هالحين كل العربات من البلقة للكرك تدفع لهم الضريبة. هذه ما هي ضريبة، هذه يسمونها خاوة يا أبو سويلم. الترك طبوا قلعة الكرك وسووا بها دولة. طالما أنتوا تعهدتوا بحماية طريق الحج أنا واجبي أوصل لكم الصبح. لحد وانا أخو عليا قدامك يا اخو عليا، ما حنا وراك. اوجه حدا ما خذناه بالحيله منسوب من نيابه ولا بعيد.